زيارة خاصة جدا قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزيرة التنمية المحلية الدكتورة العوض إلى محافظة السويس اللي بتحتفل بالعيد القومي لها. الزيارة كانت بهدف افتتاح عدد من المشروعات بجانب تسليم وحدات سكنية جديدة للأهالي وغيرها. خلينا نعرف التفاصيل دي. معانا على تليفون الأستاذ محمد إبراهيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بجريدة الدستور. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الفل يا فندم، صباح الفل على حضرتك، وصباح الفل على مصطفى، صباح الفل على السادة المشاهدين في كل مصر. الله يخليك. خلينا نبتدي على طول بالأماكن اللي تفقدها رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة السويس. راحوا فين وشافوا إيه وإيه اللي كان المفروض يحصل؟ دولة وصل امبارح لمدينة السويس لعتاقة، كان تقريبا الساعة 8:30 أو 9 الصبح. بدأ الجولة سيادته بتسليم وحدات مشروع دارة اللي بينفذها صندوق التنمية الحضرية، بس عشان تكون فاهمة، صندوق التنمية الحضرية أحد أزرع الدولة اللي بتنفذ وحدات حاليا بعد ما أنهى تطوير العشوائيات الخطرة في كل مصر وبدأ المرحلة الثانية من تطوير العشوائيات. حاليا بينفذ حاجة اسمها مشروع دارة، وده مشروع قومي بينفذه في مدن وعواصم المحافظات المصرية، وبينفذ المبادرة هو سيادة الرئيس مكلفهم ينفذوا 500,000 وحدة سكنية. دولة الرئيس أمس سلم امبارح عدد من العقود للمنتفعين هناك في مدينة السويس. المشروع ده المفروض ان هو بيضم 13,260 وحدة سكنية، طبعا كلها مستوى مميز للغاية من التشطيب. بعد ما سلم دولة الرئيس عقود الوحدات اللي هي تابعة لمشروع دارة أمس، تفقد إحدى المدارس المصرية اليابانية، وده النموذج الثاني كان يتنفذ في محافظة السويس، وكلف دولة الرئيس باستمرار تنفيذ هذا النموذج في كل مصر وفقا لتكليفات فخامة الرئيس. بعد كده تفقد دولة الرئيس راح مجمع السويس طبي، ده مجمع مهم جدا، طبعا بنتكلم عن صرح طبي عالمي موجود في مدينة السويس بدأ التشغيل، وده المفترض ان شاء الله ان هو يدخل في منظومة التأمين الصحي الشامل. طيب، يعني دولة رئيس الوزراء راح السويس في عيدها القومي، بالتأكيد عيدها القومي يعني ليه مناسبة يعني عزيزة جدا عند أهل السويس، وله أيضا علاقة بهذه الزيارة وتوقف رئيس الوزراء عندها. لا، دولة الرئيس حريص على أنه هو يزور كل محافظة. هو احنا استغلينا الفرصة امبارح أنه العيد القومي لمدينة السويس، طبعا كلنا عارفين قصة صمود الأهالينا في السويس يوم 24 أكتوبر، وده يوم مهم جدا في تاريخ الدولة المصرية. دولة الرئيس امبارح كان راح افتتح الممشى بتاع بور فؤاد في عيدها القومي، طبعا كنوع من الاهداء من الحكومة وفخامة الرئيس لأهالينا هناك. طبعا فخامة الرئيس امبارح كمان كان قطع الزيارة، وكان راح شاف عمليات تطوير ترميم قصر ثقافة السويس، ده مقفول تقريبا من 20 سنة، ووجه بتوفير 100 مليون لإنهاء تطوير قصر الثقافة عشان يخدم كل أهالينا هناك. لا، دولة الرئيس حريصة على أن هو يزور كل المحافظات، وهو كانت المناسبة طبعا استغلالها أنه يكون في نفس اليوم افتتاح الممشى. طيب، فكرة الافتتاحات المجمعة وفكرة ان احنا عندنا مشروعات بيتم ضخ فيها اموال ضخمة لرفع البنية التحتية، سواء بقى زي ما حضرتك بتقول 500,000 وحدة سكنية، افتتاح ممشى، تطوير قصور الثقافة، ضخ فلوس كتير جدا لنفس المكان لرفع مستوى الخدمات فيه. ده تأكيد على اتجاه الدولة في الفترة الأخيرة ان جميع المحافظات تكون بتحظى بنفس التسهيلات والرفاهيات اللي موجوده في العاصمه. فندم، يعني انا عايز اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين انه عمليات التطوير، حتى اكد دوله الرئيس امبارح في حديثه في المؤتمر الصحفي انه يد التطوير
روح في أي مكان في مصر. بالمناسبة هو مش من الفترة الأخيرة، هو في مخطط الدولة المصرية ماشية عليه في كل محافظات مصر، في كل شبر في مصر. احنا بنتكلم في 10 سنوات الدولة المصرية شغالة في كل شبر في الدولة المصرية عمليات تطوير، ولولا ذلك ما كنا وصلنا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وحياة كريمة بتستهدف حياة 60 مليون مواطن مصري. هم 60 مليون مواطن مصري عايشين فين؟ في شتى أنحاء الجمهورية. فاحنا مش بنتكلم عن محافظة السويس وفقط. عايز أشير إلى السنة الحسنة التي ينتهجها دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي بشكل ثابت وبشكل دوري. كل أسبوع غالبا بنسبة 90% بتلاقينا في محافظة معينة. يعني الأسبوع اللي فات لو حضرتك تذكري كنا في الصعيد، في أسوان، في الأقصر، بنروح وجه بحري، بنروح محافظات الدلتا، بنروح المحافظات الساحلية. لا، الموضوع مش ما كانش، يعني انا اسف بس عايز اوضح لحضرتك انه الموضوع ما كانش السويس بس عشان عيدها القومي، لا، احنا طول الوقت ثابت. دكتور مصطفى مدبولي بيتحرك في كل محافظه في مصر مهما كانت المحافظه، بعيده قريبه، في الدلتا، في وجه ابلي، في الصعيد، في اي مكان. الموضوع بيشمل كل محافظات مصر وليس السويس فقط. بنشكرك محمد إبراهيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بجريدة الدستور، شكرا جزيلا لك.